سيناريو غادي يعود على واحد القصه ديال انبوكسوز، تقريبا قصه من الحياه ديالي. ما كنتش متوقعه شي نهار انني غادي نمثل، ولكن ملي لقيت هاد لوبورتونيتي فرحت بزاف. ملي دوزت الكاستين كنا 135 وغيلا، ملي تختاريت في لوغول ديال وفاء كنت فرحانه بزاف. اول مره بحال غادي تبارطاجي مع الناس لا في ديالك، شي حاجه اللي ما تعرفوش بزاف ديال الناس. اشنو تيدور في لا بوكس بصح، شنو كتلقى البنت، صعوبات، شي حاجه زعما كنت بغيت شي نهار نعاود عليها. و فوالا ملي جات الفرصه بيان سور غنفرح بزاف. الشخصية ديال وفاء النحلة فيها بزاف من صحار، كوريكت سيفير، طراولة بزاف ديال المشاكل في المسيرة ديالها. هي انبوكسوز باغا توصل بأي طريقة، طراولة بزاف ديال المشاكل. هو نفس الشيء اللي طرا مع صحار، حتى بزاف ديال لي بوكسوز نفس المشكل، كتلقى عراقيل، كتلقى ناس ما باغينكش توصل، كيكونوا بزاف ديال المشاكل. وملي خديت الدور ديال وفاء وقريت السيناريو كنلقى داكشي بحال حياتي، بصح غنعاود على حياتي. انا من نهار الاول كنت مصالحه مع النحله، وكنت مرتاحه في لوغول. واخا كانت اول تجربه ليا في التمثيل كنت مصالحه معاها، لاصال في الدار بخير. كنلقى في السيناريو شي حاجه دازت في حياتي، دونك ملي تنجي نبغي نصور شي لقطه كنت فكر شنو داز. شوفي مشى هذا الشيء اللي هنا واش بقى عليك سير؟ لا شوفي هنا. الاسره ديالي وافقوا، بابا ماما عجبهم الحال، حيت بابا كان هو اول مساند ليا في لابوكس ملي كنت صغيره، كان مشجعني بزاف وباغيني نوصل، وكان معايا حتى فاش تعكلت، حتى فاش الناس ما بغاونيش نوصل كان معايا في كل شيء، في الخيب والزوين. لابوكس ضروري، لا بوكس والقرايه ما يمكنش نخليهم ان شاء الله. علاش لا، ما باقي ما عنديش فكره، باقي ما فكرتش. مي الا كانت شي اوبورتونيتي بحال هذه اللي غادي تعاونني وغنكون مرتاحه وانا كنخدمها، ما غاديش نقول لا. كنراهن على انه يكون نجاح كبير وكبير بزاف، سورتو هذه القصه راه ما كانتش عمرها دارت هنا في المغرب، وقصه حقيقيه زعما قصه اللي فيها شي حوايج حنا ما عارفينهمش.